اليوم على على هذا الاتفاق وعهد اليوم ما بين اليوم عناصر التحالف الثلاثي بان تحالفنا استراتيجي وكونكريتي وصليد وكذا، هذا كله انا اعوف السيد الصدر اذا ممكن حسب ما عزيزي اليوم المسترع. اتفقت السياده والديمقراطي على المضي بعقد جلسه بالبرلمان. لا بمحددات طبعا. اليوم خلي ابين لك فد نقطه. ايه؟ اليوم الاطار التنسيقي ما عنده مشكله بحل البرلمان واعاده انتخابات مبكره، بس نبدل كاظمي بشرط وشروطها. بدل كاظمي سوي قانون ما يخسرنا وما يفقدنا مقاعد مثل ذيك النوبه، لان ما اجت الانتخابات على مرامنا. الكاظمي يا عزيزي الكاظمي الرجل تصريف اعمال. اي زين احنا ليش مبقين تصريف اعمال؟ ليش ما نروح على حكومه قويه حتى اذا كانت حكومه ما عندنا مشكله، حتى اذا كانت حكومه انتقاليه بهاي الفتره ست اشهر سنه سنه ونص ما عندنا مشكله. بس تكون حكومه انت بدك تشوف احنا نحاول نصغر العراق ونهدر اعمار الناس ونضيع وقتهم، لان الكتل السياسيه ما عاجبها مزاجها ما تريد تتفق. فلا تقول لي هذا احنا هذا مو عمر ناس، مو اكو خريجين ينتظر لك سنه او سنتين، من 2019 ينتظرك شو وقت تستقر. زين بالله عليك اليوم من كانت انتخابات مبكره وخسر العراق ما يقارب 400 وكسر مليار. زين هاي من اجت وانتخابات مبكره وكل شيء ما استفاد انا من عدها، زين شلون نرجع الى انتخابات مبكره ونفس الحاله وهم نخسر كذا مبلغ والمواطن عندما خرج وطول الكفاءات ومن اللي تحكم البلد تنسحب. هو دكتاتورية هي شخص واحد. لا كفاءات كفاءات. ليش الأحزاب ما عندها كفاءات؟ ايش دا اشوف بس انا عندي واقع. ايه واقع شي يقول انطوا مجال لكفاءات الأحزاب تحكم. عزيزي احنا كتيار حكمة اعلنا سابقا ونعلنها اننا لا نشترك بهذه الحكومة. طيب. وموقفنا ثابت ودعمنا الأغلبية الموسعة حسب الاستحقاق الانتخابي. انت عندك كفاءات؟ شو تيار الحكمة؟ تيار الحكمة؟ يعني عندك كفاءات. وانا بدي اسلم انا داخذ اعتراف. انت من ما تشترك بالحكومة؟ المن تعوفها؟ احنا ما نشترك بالحكومة لان عندنا اسبابنا. طيب